استشاري الطب الوقائي. مساء الفل دكتور شريف. مساء الفل يا استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ الله يخليك. دلوقتي يعني شخص اصيب بفيروس كورونا وتوفى الله بهذا الفيروس، هل اصبح ناقل للعدوى؟ هل نرش عليه ميه جير؟ هل نرميه في الصحراء؟ لان البعض متصور ان يعني ده خلاص، ده بقى وباء ولازم نحرقه يعني. لا خالص، بص يا استاذ محمد، انت بتتعامل مع المتوفي من نتيجة فيروس كورونا كأنه نفس الإجراءات الاحترازية اللي باخدها مع الشخص المصاب بالضبط. يعني أنا مفيش أي مشكلة خالص، وحضرتك أنا بشكرك إنك جبت الحقيقة فيما يخص السيدة المتوفاة رحمة الله عليها، إن ابنها قال كده. لا مفيش أي مشكلة خالص إن أهلها يصلوا عليها ويدفنوها في مدافنهم عادي جدا، شرط إن هم متخذين الإجراءات الوقائية. نعم. من بداية من الغسل والكفن والدفن وكل حاجة، بيكونوا مرتدين الملابس اللي تقيهم من نقل العدوى إليهم، اللي هي عبارة عن الحاجات بقى حضرتك عارف، مش كمامة عادية بقى، مش لبس العادي، لا بتاع ملابس الأطباء والطقم التمريض اللي بيبقى موجود في العزل، الحاجات القوية، الكمامة القوية جدا، والحاجات اللي بتغطي العين وتغطي الرأس والجسم كله والرجلين، لأن الفيروس ممكن يتخلل من أي حاجة شفافة أو قابلة ممكن يتخلل منها. طب ده يتعلق برقم واحد، إجراءات الغسل. طبعا اللي بيكون بتغسيل الميت المصاب بفيروس كورونا لازم يبقى لابس كل اللبس ده. أي حد هيكون قريب من جسم المتوفي، سواء كان في الغسل أو الدفن، أو هيحضر الصلاة، أو هيركب معاه العربية اللي هتنقله للمدافن، او يبقى موجود في المدافن. كل من هو قريب من الجثمان لازم يبقى لابس لبس ده كويس جدا، ده لابس لبس اللي هو مغطي نفسه بالكامل، زي ما بنشوف على الشاشات كده، اعرضوا لنا صوره يا شباب، حد معقم نفسه بالكامل. بالظبط، غير ان الجسد نفسه بتاع المتوفي رحمه الله عليه بيبقى محطوط جوه كيس بلاستيك كده، ما يكونش يطلع منه اي حاجه، ولا يكون متغلف كويس جدا. الصندوق اللي هيبقى محطوط فيه يا استاذ محمد نكون حريصين ان هو يكون مقفول كويس. الحاجات كمان اللي هيتنقل عليها تكون قبل انها تتعقم وتتطهر كويس جدا، علشان لو استخدمت بعد كده نكون ضامنين انها متعقمه كويس. يعني عفوا عفوا عليه. عفوا، خلينا نتكلم على الاقل كمسلمين، هو هيتكفن السبع امتار، السبع طبقات بالتكفين، وبعد ده بنروح حاطين عليه كيس، مدخلينه جوه كيس ورابطينه. بالظبط. ويدفن بهذا الكيس. طبعا طبعا، انا بتكلم كمان ان فيه، انا بتكلم كصندوق يا استاذ محمد، الصندوق اللي هو بيتحط في عربيه الاسعاف نفسه كمان. الصندوق الخشن. اكون ضامن ان هو بيتعقم بعد كده كويس. وبعدين لما ادخل بيه كل اللي مخلطين بقى يا استاذ محمد. طبعا انا بنصح ان نقلل من العدد جدا، الناس اللي بيبقوا موجودين، نقلل يعني من عدد الناس اللي هيمشوا في جنازه اي شخص ميت بفيروس كورونا. يعني خلينا نكتفي بالابناء، لازم يبقوا لابسين لبس معقم بالكامل. مظبوط، هي دي البدله. بس هل احنا في ثقافتنا يا دكتور ان احنا هنجيب البدل دي منين يا دكتور برضو؟ يعني ما هو علشان كده احنا البدل موجوده في مكان العزل نفسه اللي كان موجود فيه المتوفي. واحنا بنحاول نقول انه الاهل المتوفي يتفهموا، يقللوا العدد قوي، بحيث لو متوفر بدله او بدلتين او ثلاثه تكون موجوده. طب انا طلبت من اهل المتوفي لو قدر هو يتصرف ويحصل عليها مفيش مشكله، بس اقول له المواصفات بتاعتها. طيب بالمناسبة، وعايز اسألك سؤال طالما حضرتك معايا، عايزين نعرف يعني ايه كلمة عزل؟ يعني ايه؟ يجي يقول لك القرية دي جرى عزلها، العمارة دي جرى عزلها علشان فيها اصابات بفيروس كورونا. هو ايه اللي بيتعمل يعني؟ هل هيحطوا كيس على العمارة دي؟ طب الناس دي هتاكل ازاي؟ لا لا، عزل بمعنى انه محدش يدخل او يخرج من هذا المكان بعد ما يتم تعقيمه. هيتم تعقيم المكان ده ومحدش يدخل ولا يخرج فيه، واللي موجودين جواه موجودين عشان اضمن ان مفيش اصابه تحصل لحد خارج من القريه او داخل القريه. فكل الحكايه زي ما حضرتك مثلا تقول له عزل منزلي او حجر منزلي، هو قاعد في بيته، انا لما اقول هعزل القريه اعتبرها كلها بيت كبير.
محدش يخرج ولا يدخل عشان اقدر بس احضر. يتمشوا جوه شوارع القريه عادي؟ اه جوه القريه عادي مفيش مشكله، لان انا بالطبع هكون خدت عينات، هكون خدت عينات من اللي ساكنين او اللي انا شاكك فيهم، وهقدر اطلع مين الحالات المصابه ومين المخالطين، هبدا اتعامل معاها. فانا بعزلها لحين ما اخد قرار فيها واعرف مين المصابين، مين المخالطين، مين المشتبه فيهم. اشكرك دكتور شريف حتى استشاري الطب الوقائي، كلام مهم جدا ربما في اول مره يقال في اي برنامج فيما يتعلق بالجثث او الموتى بفيروس كورونا. اي حد هيتعامل معاها بالصلاه بالدفن بال اي حد، ولان احنا اتخضينا من الصوره بتاعه السيده اللي توفت بفيروس كورونا، لازم تبقى معقم بالكامل بالكامل، حتى الخشبه اللي هتشيلها والكلام ده. اه ده كلام مقبض بالليل بس ده واقع علينا ان نتعامل معاه. امبارح كنت بنتواصل مع المستشار العلمي لدار الافتاء دكتور مجدي عاشور، وبيتكلم ان هم خلال ايام سوف يعقدوا لقاء